سر دخول عمر الشريف السجن بسبب لورنس العرب. في البداية ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير وتدعمونا علشان يوصل لكم كل جديد. نجمنا العالمي عمر الشريف مر بظروف صعبة جدا وهو في طريقه للعالمية. ما كانش الأمر سهل زي ما ناس كتير بتتخيل، إن مجرد شكله الوسيم كان السبب في النجومية. ومن المواقف الصعبة اللي مر بيها الموقف اللي هنحكيه النهاردة، واللي حكاه النجم عمر الشريف بنفسه في لقاء معاه في إذاعة مونت كارلو في الثمانينات. النجم عمر الشريف بيحكي ويقول إن هو بيت في السجن ودخل السجن قبل عرض فيلم لورنس العرب بيوم واحد. والقصة إنه كان مع صديقه النجم العالمي بيتر أوتول واللي كان مشاركه في نفس الفيلم، فيلم لورنس العرب. وقبل الافتتاح بيوم قرروا فجأة ان هم يزوروا صديق ليهم تالت اسمه ليني بروس. كان ليني بروس في المسرح بيشتغل في مسرحية، ومجرد ما انتهت المسرحية عرض عليهم انه يجوا عنده البيت يقدم لهم وجبة ضيافة، يعني زي ما احنا بنقول. وللأسف النجم لي بروس كان مدمن وبياخد حقن مخدرة، ومجرد ما دخل البيت اخد حقنة مخدرات وسط ذهول عمر الشريف وبيتر أوتول. ويدوبك وقبل ما يفوق من الصدمة جرس الباب بيرن، وللأسف كان البوليس. البوليس أخد التلاتة لقسم الشرطة، وهناك مفيش فايدة. عمر الشريف بيحاول يشرح لهم إنه ملوش أي ذنب في الموضوع، لحد ما فكرة جهنمية جات لعمر الشريف وقال إنه يتصل بمنتج الفيلم. طبعا منتج الفيلم كان صرف على الفيلم أكتر من 14 مليون دولار، وده مبلغ ضخم جدا جدا، أضعافه أضعاف يوازي يعني وقتنا الحالي. منتج الفيلم راح على طول أرسل فريق من المحامين، وبعد مناقشات طويلة أخذت ساعات طويلة أطلقوا سراحهم. وراح عمر الشريف افتتاح لورنس العرب بدون ما ينام بالليل، وطبعا أشهر نجوم هوليود كانوا حاضرين ساعتها. في البداية محدش كان يعرفه تماما، ومع انتهاء عرض الفيلم بدأوا النجوم العالمية ونجمات هوليود يباركوا لنجمنا عمر الشريف، قالوا له إن موهبة كبيرة اتولدت النهاردة، وكانت نقطة انطلاق عمر الشريف للعالمية. طبعا الفيلم نجح وكسر الدنيا، وترشح عمر الشريف للأوسكار عن دوره في الفيلم، وأخذ جائزة الجولدن جلوب عام 1963 كأحسن ممثل مساعد عن دوره في الفيلم، وتبدل الحال من السجن للعالمية والنجومية.